مساء الليل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. هكمل معاكم النهارده عن سيدنا هود عليه الصلاه والسلام. طبعا بعد ما غرقت الارض وقت سيدنا نوح والطوفان العظيم، ما تبقاش معاه غير اهله الا على السفينه، وغرقت كل الذريات اللي كانت موجوده في العالم قبل سيدنا نوح. وكان لسيدنا نوح 3 اولاد: سام وحام ويافث. سام ابو العرب وفارس والروم واليهود والنصارى، حام ابو السودان من المشرق للمغرب، ويافث هو ابو السقايلة والترك وغير ذلك. الثلاثة دول من ذرية نوح عليه السلام اللي كان منهم الخلق بعد الطوفان، بعد ان اغرق الطوفان اللي كفروا بنوح عليه السلام ونجى من امن معه. فكان كل من على الارض في الوقت ده من المؤمنين الموحدين، ما كانش بينهم كافر واحد. وجيل ورا جيل ورا جيل بدأوا ينسوا وصية نوح عليه السلام، ورجعت عبادة الأصنام، وانحرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى بنفس الطريقة القديمة. صنع الأحفاد تماثيل للناجين من الطوفان عشان يتذكروهم بيها، وتطور التعظيم دوت جيل ورا جيل ورا جيل، قلب لعبادة طبعا. وبعد نوح عدت حوالي 800 سنة تقريبا، وكان عاد من الجبابرة، ده ملك، وتنسب ليه قبيلة عاد الأولى، وهم أول من عبد الأصنام بعد الطوفان، وهم عرب ومساكنهم قصور وخيام كبيرة جدا لها أعمدة شديدة الضخامة والارتفاع، وكانوا أعظم أهل زمانهم في قوة الأجسام، وسميت إرم مدينة عاد ذات العماد، زي ما ورد في القرآن الكريم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقدام ربنا سبحانه وتعالى القدرة على قطع الجبال والصخور اللي بيعملوا منها الأعمدة والأبنية الكبيرة دي. لما شافوا قوتهم ومقدرتهم دي استكبروا، أصابهم الغرور وجحدوا بآيات الله وكفروا واستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا: من أشد منا قوة؟ كان سيدنا هود قد أتم 40 في الوقت ده، فبعثه الله سبحانه وتعالى فيهم نبيا وهاديا إلى سبيله ومرشدا ليهم، وهو أول نبي عربي بعثه الله. ويقال ان هود عليه السلام هو اول من تكلم العربي، يقال، فدعاهم لعبادة الله سبحانه وتعالى وترك عبادة الاصنام وعدم الاستعلاء في الارض، وكان عربي الاصل. وذكر هود عليه السلام في القرآن الكريم 7 مرات. وقد جاء في صحيح ابن حبان عن ابي ذر رضي الله عنه في حديث طويل في ذكر الانبياء والمرسلين، قال سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام: وأربعة من العرب هود وصالح وشعيب ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام. أما بالنسبة لاسم هود بن عبد الله بن رباح بن الخلود ابن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متشالح ابن إدريس ابن يارد ابن مهلائيل ابن قينين ابن أنوش ابن شيس ابن آدم عليه الصلاة والسلام. وطبعا فيه كلام تاني في اسمه غير كده، بس ده أقرب شيء للصحة. انا جبت لكم اقرب شيء للصحة من المصادر الصحيحة، اتمنى انها تكون صح باذن الله. فده سيدنا هود. وقال لقوم عاد ايه؟ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. فطبعا كالعادة قال لك ده عايز يبقى سيد علينا، هم ما بيفكروش غير في المجد والسلطة وبس. فقال لهم ان اجره على الله ومش عايز منهم اي حاجة، هو بس بيدعوهم لعبادة الله، ودي نعمة من الله ان جعلهم خلفاء لقوم نوح عليه السلام، واداهم بسطة في الجسم والشدة في البأس، واسكنهم الارض التي تمنح الخير والزرع في اي وقت، وارسل عليهم المطر. لكن اصابهم الغرور وازدادوا في العناد، واصروا على عبادة ما كان يعبد ابائهم، وانكروا البعث والحساب. وأكد لهم هود عليه الصلاة والسلام إن الحياة مجرد اختبار ومرحلة، بعدها يجي الحساب والعدالة تقتدي بوجود يوم القيامة. استمعوا له وكذبوه، واستنكر الملأ منهم من كبار القوم إن النبي ده يكون بشر، إزاي تبقى بشر وتاكل من اللي احنا بناكله وتشرب من اللي احنا بنشربه. وذكرهم إن قصة نوح مش بعيدة 800 سنة، ولازم ما ينسوش اللي حصل. تمسكوا بآلهتهم واعتقدوا ان هي هتنجيهم، وازدادوا استكبارا وعنادا وطغيانا وتكذيبا ليه، واتهموه ان هو سفيه وما امنش بيه الا عدد بسيط جدا. قالوا الذين كفروا من قومه ايه؟ ان لنراك في سفاهة وان لنظنك من الكاذبين. قال: يا قوم ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، وبلغكم رسالة ربي، واني لكم ناصح امين.
قال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرح العقيدة الطحوية أن من أعظم الآيات أن رجل واحد يخاطب أمة عظيمة كاملة بالخطاب ده، مش خايف ولا قلقان، واثق بما قاله، جازم بيه، فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهادا واثقا معتمدا عليه، معلما لقومه إنه وليه ونصره. وبيقول المؤرخين إنه ما قعد معاهم تقريبا حوالي 760 سنة يدعوهم، بعد كده يأس منهم، وفي كل مرة كانوا بيكذبوه ويكذبوه ويقولوا هات لنا اللي انت بتقول عليه إن كنت من الصادقين، فقال رب انصرني بما يكذبين. 760 سنة بيدعو للدعوة ودعته وللتوحيد لغاية ما أعلن براءته منهم وتوكل على الله الذي خلقه، وعرف ان العذاب لازم هيقع على الذين كفروا من قومه، وانتظر هود وعد الله سبحانه وتعالى. بدأ الجفاف، وقف المطر، فجيبهم ليه، فقال لهم ان ده من غضب الله عليهم، وانهم لو امنوا هيرضى الله سبحانه وتعالى عنهم ويبعت لهم المطر ويزيدهم قوة عن قوتهم. سخروا منه وازدادوا في العناد والسخرية والكفر، وزاد الجفاف، اصفرت الاشجار، ومات الزرع، وفي يوم سحاب عظيم مالي السماء. فرح قوم هود وخرجوا من بيوتهم بيقولوا ايه، هذا عرض ممطرنا. وتغير الجو مرة واحدة من الجفاف الشديد للبرد القارس، وهبت الرياح واستمرت، بدأوا يستخبوا في القصور والخيام، شلتها الرياح، كانت بتمزق كل شيء، بتدمر الاجسام وبتخلي كل شيء زي الرميم، كانت الريح ديت بتدفع الرجال والنساء فتهب وترميهم في الجو وترجع تجيبهم تاني على الارض منكسين. كانت رياح قوية جدا جدا لغاية ما موتت القرية كلها ودمرت قوم عاد كله. على الناحية التانية كانت النجاة لقوم هود المسلمين المؤمنين واللي معاه، دول اللي نجوا برحمة من ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن القوم الكافرين. بعد فترة من الزمن توفي النبي الله هود عليه السلام، واختلفت الروايات في تحديد مكان قبر سيدنا هود عليه السلام. الحاكم عن بعض الصحابة روى ايه، ان قبره في مكة او بلاد اليمن، والروايتين دول مفهومش حجة كبيرة من الناحية الحديثية لضعفهما يعني وعدم الاخذهما من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد انه بجامع دمشق في حائطه القبلي، لكن ده بعيد عن الصحة، ده مجرد زعم بس، لان الروايات اللي زي كده اللي بتمجد الجامع الاموي وبتقول ان في انبياء كتير مدفونين فيه ظهرت في الوقت اللي تحصن فيه عبد الله بن الزبير بمكة، وتحزب اهل الحجاز على الامويين، وكون قبر هود عليه السلام في بلاد اليمن ده الاقرب للمعقول والصحة من وجهة نظر انها كانوا يجاورون الاحقاف اللي هي مساكن سيدنا يهود وقومه. وبعد فترة من الزمن وقوم ورا قوم وذرية والذرية من اللي نجت مع سيدنا يهود من العادين، جاء قوم يدعون ثمود، وكان نفس قوم عاد واشد بطشا منهم. ده اللي هكلمكم فيه المرة الجاية ان شاء الله عن سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام. اتمنى ان انا اكون جبت لكم مختصر مفيد في القصة دي، واشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.